اهلا بحضراتكم مره تانية. خليني سريعا اخد التويته اللي كتبها مستر كارلوس كيروش قبل السفر النهارده، لان كلامه كله اكيد كلام مهم. قال: شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نحن نمتلك طاقه اكثر من اي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي، فلن نكون بمفردنا لاننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر. ده مؤكد، نحن كلنا ثقة لأننا نعلم أنه شيء أسمى منا جميعا، نسعى أن نصل له وقد نراه قريبا. نحن نعلم أننا نقدر أو نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري. لكم التوفيق يا شباب مصر. كارلوس كيروش، كل التوفيق. كل التوفيق لكيروش. هو في الحقيقة بقى يكتب بالعربي وبالإنجليزي عشان برضو يعني الرسالة بتاعته توصل أكبر كم ممكن من الجماهير المصرية. والتواصل مهم جدا ومميز من المدير الفني. كل الدعوات لي ولرجالتنا إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء يبقى يوم سعيد في تاريخ الكرة المصرية وللشعب المصري بشكل عام. خلينا